يوسف مدرب منتخب مصر ذات قوة بدنية ومدرب نادي الصيد، حاصل على 6 بطولات عالم، مركز أول، شاركت في 8 بطولات عالم منهم 6 أول الحمد لله، بالإضافة إن أنا شاركت في أكبر إيفنت في العالم الحمد لله وأكبر حدث رياضي في العالم بيتم كل سنة، بطولة مستر أولمبيا 2019 دي كانت مقامة في لاس فيجاس في أمريكا شهر سبتمبر اللي فات. الحمد لله ربنا كرمني، خدت مركز اول في ميزان 125 كيلو. لسه راجع من بطوله العالم، اخر بطوله ليا كانت بطوله العالم، كانت لسه مقامه في شهر 11. الحمد لله ربنا كرمني ميداليتين في وزن 125 كيلو في مرحله الاوبن رجال مفتوح ومرحله الماستر في 40 سنه. انا ابتديت الرياضه وانا في سن صغير، وانا عندي 10 سنين لعبت مصارعه في اتحاد الشرطه الرياضي، كنت من ناشئين المصارعه هناك، والحمد لله حققت بطولات جمهوريه كتير قوي في المصارعه. رياضه الباور ليفتنج جت بقى كمرحله تانية بعد المصارعه، كنت بطلت المصارعه قعدت حوالي سبع سنين تقريبا، كنت بمارس رياضه خفيفه لنفسي كده لغايه ما بالصدفه يعني كنت بعمل زياره لمركز شباب الحبانيه، وكان في 2 من الابطال الكبار، منهم كان حد راجل بطل اسمه كابتن طلع، كان حكم دولي في المصارعه، كان بيحاكمني في ماتشات المصارعه، عرفني باللعبه وقال لي احنا بنلعب رياضه اسمها القوه البدنيه او الباور ليفتنج، ويا ريت تشارك معانا وكده. الكلام ده سنة 2003، آخر 2003 ابتديت معاهم واتمرنت وشاركت في بطولة القاهرة أول حاجة، وكسبت الحمد لله. كان بعد ممارسة اللعبة مثلا بحوالي شهرين أو ثلاثة، وبعديها على طول بطولة الجمهورية الحمد لله برضه ربنا كرمني، وعملت ساعتها أكبر رفع ديد ليفت في مصر كان أو في البطولة دي، وده كان بداية خير ليا وبداية يعني مؤشرات حلوة ليا إن أنا همشي في اللعبة كويس أو هقدر أكمل فيها وأعمل مستوى كويس الحمد لله اللي شجعني انا اكمل فيها. الباور ليفتنج يعني لو هنترجمها ممكن نقول رفعات القوه او رفعات اللي هي بتدل على القوه. الرفعات اللي بتدل على القوه هي عباره عن 3 رفعات، عندنا 3 مسابقات او 3 رفعات هم الرفعات الاساسيه بتاعتنا، رفعه سكوات، رفعه الكرفسه بالبرخيط في الرقبه ودي بتقيس قوه عضلات الرجلين، رفعه البنش بريس بتقيس قوه عضلات الدراعين والصدر، رفعه الديد ليفت بتقيس قوه عضلات الظهر، ودي مجموعات عضليه كبيره اللي في الجسم. ورفعاتنا بتبقى حاجه اسمها ماكسيمم باور، قوه قصوى، يعني اقصى رفعات ممكن البني ادم يقدر يشيلها او اللاعب يقدر يشيلها، ده طبعا بتقنين احمال التدريب اللي بيوصل لها وبالمستوى التدريبي اللي بيوصل له وعمره التدريبي في اللعبه وادائه او تكنيكه او طريقه الاداء مع الحديد، ده اللي بيأثر في مستواه، ده اللي بيخليه يقدر يشيل الحديد اكتر. انا مدرب منتخب مصر يعني كتايتل او كحاجه بشتغل فيها، مدرب نادي الصيد، عندي لعيبه في نادي الصيد الحمد لله تأهلوا من خلال التجارب، وانا كمدرب انا لغايه دلوقتي قادر ان انا اشارك دوليا، يعني بيحق لي ان انا اشارك دوليا كلاعب، شاركت على فقط الخاصه كلاعب من خلال الاتحاد طبعا وترشيح الاتحاد دي. اتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله ان احنا بامكانياتنا كبلد كبير مصر نقدر نستضيف بطولة عالم في مصر إن شاء الله رياضة القوة البدنية، لأن ده هيعمل دعاية كبيرة للبلد سواء على المستوى العالمي أو هنا كمحلي، الناس هتعرف اللعبة وهتقدر تشارك فيها ويبقى حدث كبير يعني إن شاء الله بإذن الله في البلد يعني.